يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا ومائل البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. يتوقع أيضا الخبراء أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق. هذا بالنسبة لمصر. أما في العراق فتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويسود طقس غائم جزئيا وغائم ممطر في أغلب المناطق، ويتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا. في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم. أما الأردن فتشهد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. الآن نتعرف على درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية. بدرجة الحرارة تنتهي نشرتنا الجوية لهذا اليوم، وأعود إلى فادي ونستكمل باقي فقراتنا في صباح جديد.